تتثاقل الخطى وتكاد تتعثر في درب اعتاد سكان هذه البقعة التي صيرها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال 8 أيام فقط أطلالاً واجمة. هنا متحف للخراب وشواهد توثق جرائم الاحتلال في حق الإنسانية. دمار أينما وجهت ناظريك في منطقة مخيم النصيرات الجديد ومنطقة المغارقة وسط قطاع غزة. قد تحتفظ جدران هذه الأبنية بهمسات وضحكات، كما تحتفظ بأصوات الرصاص وبقاياه التي تؤكد بأن بين هذه الأطلال كانت ثمة حياة اغتالها الاحتلال. مخيم النصيرات هو ثالث أكبر المخيمات في قطاع غزة بعد مخيمي جباليا والشاطئ من حيث المساحة والسكان. عرف تاريخياً بالنصيرات نسبة إلى قرية بدوية كانت تعيش في المنطقة سابقاً. بلغ عدد سكان المخيم عام 2023 38,000 حسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، في حين تشير إحصاءات وكالة الأونروا إلى أن تعداد السكان وصل بداية 2024 إلى أكثر من 60,000. إبان عدوان الاحتلال الحالي، تعرض المخيم لعمليات قصف جوي ومدفعي من قوات الاحتلال، ودارت فيه اشتباكات عنيفة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية. ورغم الكثافة السكانية في هذه الرقعة الصغيرة نسبياً من الأرض، فإن الاحتلال لم يتوانى عن إجبار ساكنيه على النزوح وهدم الدور فوق رؤوس من تبقى منهم أو من اختار البقاء. يحدث ذلك في غفلة من العالم أو عدم موالاة منه عما يحدث في غزة. احنا محتاجين مساندة جميع الدول العربية تسند الشعب الفلسطيني، وسكوتهم هو اللي ودانا في المصير هذا اللي احنا فيه. يسطر الغزيون فصلاً جديداً من الصمود، ورغم حجم الدمار الهائل الذي لحق بالمنطقة فإنهم عازمون على البقاء في أرضهم. يعز فينا شعره إن شاء الله، ثابتون على الأرض الطيبة، صامدون ولن نركع إلا لله الواحد الأحد. أبى جيش الاحتلال قبل مغادرته النصيرات إلى التوقيع بأياد مرتجفة يقول الفلسطينيون عنها إنها لن تزيدهم إلا صمودا. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.